انا هبتدي كلامي ان انا اقول لكم ان انا كنت جايه النهارده متحفزه جدا، عايزه اعرف وافهم المستشفى دي بتدور ازاي وايه اللي بيحصل فيها. انا بقول لكل الناس ان هم ييجوا ويشوفوا المستشفى بنفسهم، يشوفوا كل حاجه في مكانها، كل حاجه مستغله ومعموله لصحه عقليه ونفسيه للاطفال جيده جدا جدا. فأتمنى أن أنتوا تيجوا وتشوفوا ده على الحقيقة.